ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية. أهلا وسهلا مهندس عبد الغني، وطبعا طفرة وقفزة كبيرة تحققها مصر بإنشاء هذا المصنع، ما الأهمية الاقتصادية التي يمثلها هذا الصرح للاقتصاد المصري؟ طبعا قطاع الغاز والنسيج بيستورد جزء كبير جدا من الاقطان. لما يتم تجهيز مصنع بطاقه انتاجيه 30 طن في اليوم، فاعتقد ان ده يكون له مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني، بالذات ان احنا بنستورد كل اصناف الغزول اللي هتنتج هذا المصنع بالعمله الصعبه، وقد ايه مصر محتاجه العمله الصعبه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها. احنا بنستورد اكثر من 300 الف طن من الاقطان. هذا المصنع انتاجيته تقريبا 30 طن في اليوم، يعني في الشهر فوق 900 طن، فده هيغطي جزء كبير من الاستيراد اللي احنا بنحتاجه للصناعه الوطنيه. لكن الهدف الاكبر ربما ليس فقط تغطيه الطلب المحلي ولكن التصدير كذلك وبنسب كبيره. ما هي الخطط الموضوعه لزياده الصادرات المصريه من الغزل والنسيج؟ طبعا هدف الدوله ان هو تعميق المنتج المحلي، ودي بدايه ان احنا نتجه لتعميق تحديث الماكينات. شركه غزل المحله كانت شغاله سابقا، الدوله في الاهتمام بالصناعات النسجيه، وهدفها هي زياده الصادرات، لان احنا كان صادراتنا في القطاعات النسجيه محدوده جدا، كانت بتعداش 2.5 مليار دولار. تعميق الصناعة الوطنية هو ده الهدف الأساسي للقطاعات النسجية، فعمل مصنع بإنشاءه بالضخم 188 ألف مردن على مساحة 62 ألف فدان، على مساحة 62 ألف متر، أعتقد إن ده هيكون هيوفر جزء كبير جدا من المادة الخام اللي بتستوردها من الخارج. القطاعات المصانع النسيج كلها بتستخدم الغزول دي معظمها من خارج مصر، ده هيوفر جزء وهيساعد على زيادة الصادرات بمنتج محلي صناعة 100% مصرية. طبعا مصر كانت تتسيد هذه الصناعة قبل عقود، ما أبرز المميزات التنافسية التي تملكها مصر حاليا وتسهم في النهوض بهذه الصناعة؟ هو مصر بتتميز بالقطن طويل الكيلة، ولما يكون عندنا مغازل، الدولة طبعا حدثت أكثر من 5 مغازل أخرى غير المصنع ده، واهتمام الشركة القابضة النهاردة بتحديث الماكينات، ده هيساعد إن إحنا صادراتنا تزيد في هذا القطاع. القطن المصري مميز ومعروف عالميا، يمكن منتجات القطن المصري في أوروبا بالذات بتلاقيها أغلى الأسعار، فده إحنا بنتميز بيه حقيقي. يعني القطن المصري في صادراته يمكن استهلاكاته بره أكثر من مصر، يمكن احنا بنستخدم منه جزء بسيط في مصر والباقي العالم الخارج كله بيستورد معظم القطن طويل الكيلة بيتم تصديره للخارج، فيكون نبقى عندنا بدل ما بنصدر القطن نفسه احنا بنصدر قيمة مضافة، لأن المصنع ده هينتج غزول والغزول اللي هنتم تشغيلها داخل المصانع المصرية، فهنعمل قيمة مضافة كويسة منها بنشغل عمالة، وفي نفس الوقت بتبقى قيمة مضافة على الشعر والقطن إن احنا بنصدره منتج جاهز فبنستفاد منه. النهارده احنا بنستورد بعض المنتجات سواء من القصير، احنا بنستورد القصير والمتوسط وفوق المتوسط، اما يكون مصنع بالحجم الانتاج ده موجود في مصر ويدينا كميه منتج من الخيوط المميزه طويله الكيله، اعتقد لما يتم تصنيعها داخل مصر وزياده القيمه المضافه هيبقى لها مردود ايجابي في نسبه الصادرات، هتزيد نسبه الصادرات وهو مميز في الخارج وعليه طلب يمكن في الخارج اكثر من السوق المحلي. ما سمعناه من بعض خبراء الغزل والنسيج أنه بمرور الوقت أصبح الطلب العالمي أكثر على القطن قصير التيلة، صحح لنا المعلومة، وكيف تختلف نوعية الأقطان في ما يتعلق بالمنتجات النهائية، المنتج النهائي لكل نوع من هذه الأقطان؟ القطن قصير التيلة ومتوسط ده الطلب الأكثر عليه لأنه أكثر إنتاجية في الزراعة وسعره رخيص.
حتى احنا بنستخدم منه في مصر يمكن 95 اصيل ومتوسط نستورده من الخارج، ويمكن ال 5% هي اللي بتستخدم في طاويل التيلة. هذا المصنع هيشتغل طاويل التيلة وقصر التيلة، يعني احنا بنجيب شعر برضه من الخارج وبنشغل بيه مصانع المصريه. هذا المصنع عنده الامكانيه ان هو يشتغل بقطن قصير التيلة وقطن طويل التيلة على حسب احتياجات سوق المحلي يعني او سوق التصدير. وهل هناك أفضلية لأنواع معينة من القطن في منتجات؟ يعني مثلا نسمع أنه الملابس ربما لها نوع معين من القطن، أما الاستخدامات المنزلية فيما يتعلق بالملاءات والاستخدامات الأخرى في المنزل ربما تتطلب نوع مختلف من الأقطان. وطبيعي المفروشات بصفة عامة بتستخدم في القطن أصيل التيلة والمتوسط والفتل التخين فقط. أما طاويل التيلة دايما بيستخدم في المنتج ذات الجودة العالية زي القطن وزي بعض المنتجات اللي هي بتستخدم في الأندر وير والموديلات الفاشن اللي بتستخدم ذات الجودة العالية زي البدلة، يعني استخداماته نعم. موجودة في بعض أصناف من أنواع الملابس الجاهزة. ربما للمنتجات الفاخرة يعني. بالضبط. لكن متوسط التيلة وقصير التيلة بيستخدم في منتجات أخرى كثيرة برضو في الملابس الجاهزة، زائد أنها بيستخدم في المفروشات بصفة أكثر. مهندس عبد الغني، ما الأسواق التي نعتزم يعني استهدافها في الفترة المقبلة وتوسيع قاعدة صادراتنا فيها؟ هو حقيقة احنا بنصدر يمكن أكثر من 75% من صادراتنا لأمريكا وال 25% من الدول العربية وأوروبا. يعني لكن احنا في الفترة القادمة إن شاء الله يعني نتمنى إن احنا ندخل في السوق الأفريقي ويبقى صادراتنا النسبة الزيادة، لأن هدفنا الوصول ل 100 مليار دولار لكي نسد المستوى الفجوه اللي هي بين الواردات والصادرات المصريه. احنا بنستورد باكثر من 95 مليار، بنصدر ب 35 مليار، فعندنا فجوه في حوالي 60 مليار. فهدفها كل هدف الصناعه النهارده ان هي زياده الصادرات. لكن ماذا ستكون حصه صناعه الغزل والنسيج من حجم الصادرات الاجمالي للدوله المصريه؟ ان شاء الله بعد الاستقرار واستقرار سعر الصرف الفتره الحاليه، انا شايف ان الحمد لله في استقرار في سعر الصرف، هيكون في ان شاء الله اسواق، هنفتح اسواق جديده. ويمكن لسه كنا في الغرفه بنتكلم في ازاي نوسع صادراتنا في دول افريقيا، لان افريقيا سوق واعد وفي تعداد سكان كتير، وبنحاول ان شاء الله الفتره الجايه من خلال المعارض الدوليه نفتح أسواق أكيد أخرى. لكن ما هي النسبة التي يمكن أن يسهم بها الغزل والنسيج في إجمالي الصادرات المصرية؟ إحنا حالياً صادراتنا في الملابس الجاهزة والنسيج لا تتعدى 2 مليار ونص. هدفنا إن إحنا نزود الصادرات ولو بالتدريج، يعني إن أقول نسبة مبلغ معين ده صعب إن إحنا، لكن إحنا بنجتهد إن النسبة تزيد. نتمنى إن يبقى 10 مليار و15 مليار في صناعة الملابس و20 مليار، حتى يعني نوصل للمستوى اللي وصل فيه بنجلاديش النهارده، بقى عندها صادرات في الملابس الجاهزه وصلت 37 مليار. احنا نتمنى نوصل للحجم ده ان شاء الله في ظل الفتره الجايه ان شاء الله، والدوله بتساعد في كده وزودت دعم الصادرات بهدفها ان احنا نزود الصادرات ويبقى عندنا عمله تغطي احتياجاتنا في السوق المحلي. شكرا جزيلا على مشاركتك معنا ليلى. المهندس عبد الغني الأباصيري، شكرا جزيلا لك، طبعا نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية.